هذه أبرز عناوين اليوم من أوزارب ميديا. داريام: التأخير في انتخاب رئيس تدمير لمنهج للبنان الدولة والمؤسسات. بوريل وهوكشتاين يحذران من التصعيد في جنوب لبنان. إيلون ماسك يهزم بوينغ بعد تركها رائدين عالقين في الفضاء. كاين غربر نسخة طبق الأصل عن والدتها سيندي كاروفورد. هاملتون لم يشعر بخيبة بعد رحيل نيوي إلى أستون مارتن. هالاند يحصد جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي. شكراً لمتابعتكم. لقراءة المزيد زوروا موقع أوزارب ميديا. هل تعلم أنه يمكنك الوصول إلى مزيد من الزبائن من خلال رعاية عناويننا اليومية؟ اتصلوا بنا لمعرفة المزيد.